تم زيارة مجموعة من المنشآت الطبية وهم أربعة. الأولى وهي كتواجد في مقاطعة ديال السباتة اللي تم إعادة تأهيل ديالها. نفس الشيء ثلاثة ديال المراكز الصحية، الأول في جوادي والثاني في الحسنية والثالث في محادات المستشفى الإقليمي. هذا البرنامج اللي تم فيه هذا الشيء هو برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء لو بي جي دي سي، هو اللي كان تخصص فيه واحد الميزانية على أساس إعادة ديال الإصلاح ديال هذه المستشفيات. واليوم بإذن الله تمت الزيارة ديال هادو في واحد الحلة جديدة اللي غتساعد على أساس أنه يكون الاستقبال ديال الساكنة في ظروف حسنة وتعامل معهم بصراحة. كذلك هذه التهيئة موازات ديالها عرفات ديال مجموعة من ديال الآليات الطبية اللي غيتم استخدامها في هذه المؤسسات. وشكرا. دكتور نظيف نزهار، طبيبة رئيسية المركز الصحي قرية الجماعة. تم اليوم زيارة السيد العامل برفقة مندوبة وزارة الصحة لبن مسيك بمناسبة إعادة تأهيل مركز صحي قرية الجماعة. المركز الصحي يضم ثلاث طبيبات وثلاث ممرضات ليسهرون على خدمة الساكنة. هذا مركز صحي من المستوى الثاني، يضم وحدة ديال الصحة العقلية ووحدة الصحة الأسنان، طب الأسنان.